جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ. هل تتوقعون أن تحديد العذاب بثلاث مأخوذ من هذا الحديث الشريف الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإحداد من قبل المرأة على قريبها؟ ما يستبعد هذا، ولكن التعليل الذي رأيته نعم أنهم يقولون أنه بعد الثلاث ينسى المصيبة فلا يجدد عليه ذكرها، ولا يبعد أن يكون أيضا مستوحى من هذا الحديث. نعم.